7 دقائق. بالظبط. طبعا يمكن احنا الميزه كانت عندنا ان احنا خطفنا الهدف الثالث برضه بدايه الشوط الثاني، فدي اللي خلصت على معنويات او قللت من معنويات فرقه الشرطه. الهدف خالد مصطفى هدفين. خالد مصطفى يمكن انا عايز اقول الولد ده من احسن الهدافين الموجودين في مصر في سنه، وانا شايف ان ده ان شاء الله يبقى المستقبل، لان ده بيفكرني كان انا كنت ماسك برضه فتره في طلعت هاني العجيز وحسام اسامه، ده من الهدافين اللي بيعرفوا اتجاه المرمى فين. يمكن هي دي مشكله ان الولد ما صعدش، لكن بس ما صعدش درجه، ولا انا بقول لك ده من احسن الهدافين. ده انا مسكته سنتين، ده هداف الفرقه في ماتشات الدوري كلها، يمكن برضه هداف الفرقه في ماتشات الاهلي، من اللعيبه اللي عارفه اتجاه المرمى فين. يمكن هو هيجيب هدف من احلى الاهداف اللي انا شفتها الفتره اللي فاتت. جاب الهدف ده والهدف الرابع. فانا بعتقد ان هو وفي علاء علي لعيب برضه اللي جاب الهدف الاول. اربع لعيبه تقريبا مع الفريق الاول. عنده حوالي عنده حوالي خمس لاعبين، عند احمد زكريا وعند علاء علي وعند احمد ابراهيم ومحمد طارق وحازم امام، دول حوالي خمس لعيبه بتمرن. ده حازم امام ده هو الولد ده الباك رايت ده منضم درجه اولى. بص ده بقى خالد مصطفى اللي انا بقول لك عليه. بص بقى عارف اتجاه المرمى واللي عمل الهدف من الاول. انا عايز اجيب بس لو تقدر تجيبه حازم امام اللي انا بكلمك عليه، من الباكات رايت الكويسين، واللي هو بيعرف عنده سرعه ما شاء الله وعنده اوفرات كويسه. الهدف ده بص اللي انا بقول لك عليه من احلى الاهداف، ده خالد مصطفى. وانا بعتقد ان الفرقه دي فيها حوالي اربع خمس لعيبه كويسين قوي، ان شاء الله يبقوا دعم للدرجه الاولى، ولو ما فيش دعم للدرجه الاولى ان شاء الله يتصوروا كويس طبعا ان شاء الله في مكان تاني.